قال رئيس الوزراء الأسترالي إن بلاده رصدت أجزاء قد تكون عائدة لحطام الطائرة الماليزية المفقودة. يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن البحث عن طائرة البوينغ التابعة لشركة الخطوط الماليزية يمثل أولوية مطلقة بالنسبة للولايات المتحدة. وفي أول تصريح له عن اختفاء الطائرة، قال أوباما إن واشنطن وضعت كل الوسائل المتاحة من أجل عملية البحث عن الطائرة، مؤكدا أن الشرطة الفيدرالية الأمريكية تشارك في عمليات البحث.